إذا كانت هناك نقطة مشتركة بين الرئيس الفرنسي الراحل جورج بومبيدو وأصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة ايمانويل ماكرون فهي الرغبة في التجديد والحداثة في ديكور قصر الإليزي اتقرر قرر ماكرون استخدام الديكور كوسيلة لتمرير الرسائل فأول مقابلة تلفزيونية له بعد انتخابه رئيسا لفرنسا للمرة الأولى عام 2017 اكتشف الفرنسيون ديكور مكتبه الجديد الذي يوحي بالشبابية وذلك بفضل لمسة زوجته بغيجيت التي وللمفارقه تكبره بعشرات الاعوام. التقينا مهندس الديكور الفرنسي بيير بونفي الذي شارك في اعاده تصميم قصر الاليزي مؤخرا ابان حكم الرئيس ايمانويل ماكرون. قمت بتبادل الافكار مع الرئيس ماكرون قبل تقديم نموذج تصميمي لقصر الاليزي. وبعد نقاشات عدة توصلنا لفكرة تصميم ديكور يرضي الطرفين أخرجت اللوحات الضخمة لصور رؤساء الدول السابقين الذين سكنوا الإليزي وحلت محلها أعمال فنانين معاصرين قطع ديكور جاء بها سيد قصر الإليزي والبعض منها أحضر من المؤسسة الوطنية الفرنسية للإرث المادي التابعة لوزارة الثقافة والتي تقوم بتأثيث معظم المباني الحكومية الهامة في فرنسا عندما وصل الرئيس ماكرون إلى قصر الإليزي أعلمني كرئيس للمؤسسة الوطنية الفرنسية للإرث المادي بأنه يرغب بتحديث أثاث القصر وديكوراته بدأنا بهذه الورشة بترميم صالة الحفلات في قصر الإليزي وبإشراف بريجيت ماكرون اختفت منسوجات غوبلا المهيبة عن الجدران بعد أن بقي بعضها معلقا طوال أربعين عاما كلف مشروع نزع المنسوجات هذه خمسمائة ألف يورو وانتهى تنفيذه مطلع 2019 ولتمويل جزء من هذا التجديد أطلق الإليزي منتجات برعايته أكوابا وأحذية وقمصانا تباع عبر متجر إلكتروني خاص يحمل اسم بوتيك الإليزي ليث بزاري الحدث باريس